بدل ما مين؟ يا ابراهيم تعال افتح. بعدين كل بص اهو صلي على النبي. كن يا اخويا كن اتفضل يا باشا. بص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه يا باشا؟ انا دخلت قبل كده ولا جديد عليكم؟ الناس نسيتك. اه معلش غفلت حبه جوه على ما القضية دي تخلص، بس الحمد لله رب العالمين. ايه اللي جابك تاني يا باشا؟ إيه؟ قدرت اوصل لحل ان شاء الله هينقذ اتنين منكم وهيدين التالت. يعني ايه الحل ده؟ الحل ان ابو البنت اللي ماتت الصبح هو الوحيد اللي عارف مين اللي اتجوز بنته فيكم. شافها؟ يعني ابوها عارفها؟ ابوها عارفها اكيد ابوها. ركزوا في الكلام. عارفه؟ عارف جوزها؟ ابوها عارف جوزها. اه انتوا شافها؟ شافوا؟ شافوا؟ ما اكيد بنته اكيد شافها. لا الراجل اللي عمل كده. الراجل اللي عمل كده اللي هو جوزها. اللي اتجوز. أيوة. هو عمل ايه؟ صح. هو جوزها. شافوا؟ ايوه شاف جوزها. طب يا جماعه دخلوا حياة امك بسرعه. دخلوا بقى خلينا نخلص. ايه ده؟ قبل بسرعه. انتوا مش خايفين يا جماعه؟ لا مش خايفين. انت مش قلقان؟ لا. ولا انت قلقان؟ لا. ولا انت قلقان؟ لا. امال انا قلقان ليه؟ مش عارف. والله خايف من ابوها ده جدا. بسرعه دخله. بسرعه دخله. عضو. يلا. يلا. ان شاء الله باذن الله هنطلع المجرم اللي فيكم ان شاء الله يا رب. دخل لي يا ابني ابو البنت اللي ماتت الصبح. تمام يا فندم. ادخل. ادخل يا ابو الميتة. ابو الميتة اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش مش هبقى كفيف واخرس يعني. هبقى دخلت ليه يعني؟ احلل اللقمه حتى. ماشي يا حاج. ده عطل فني مش مني. طب ولا ايه؟ ايوه ده اللي شاف ال هو ده ابو الميته. لا انت بتذله يعني. يعني ايه ابو الميته؟ بتقول له في وش ابو الميته؟ اهو خلاص ماتت. لا ده شاف. يلا شاف يا استاذ. كلمني انا بعد اذنك. انا بكلم حضرتك. حضرتك يعني لما مؤاخذه في الكلمه، شفت جوز بنتك؟ اه وليه لما مؤاخذه؟ ايوه شفته. شفته بايه؟ ايه اللي شفته بايه؟ يعني ايه فيك شافه ايه؟ يا ابني يعني ايه اللي فيا شافه؟ ايوه يعني ما انت شفته بعيني. لا يا هياكلهم الدود دول. ده كلهم الدود خلاص يا حاج. دود ايه ده؟ الدود كل وشك كمان مع العينين. دود ايه اللي هياكل عينيه؟ يا ابني ده وشك راح مع عينيه. يا ابني يا رب اتص في نظري لو كنت بكذب. انت شكلك تحيت الدعوه دي قبل كده يا حاج. والله ما في غيرها على لساني. ايوه ما ربنا استجاب. انت دعوتك مستجابه. يلا بس عرض لي الثلاثه وانا اطلع لك منهم اللي اختصبني. حط. اللي عمل فيك ايه لمؤاخذه؟ انا اسف دي شهاده في قضيه ثانيه. معلش انا اسف. ايه ده؟ هو انت شغال شاهد زور؟ لا هي هوايه يعني مش شغل. اه انا اصلا حرامي بس يعني وانا على القهوه بيجيبوني احلف بحلف. اه بس بتحلف كذب عادي اي حاجه. انا ماليش دعوه بشغلانتك. انا عايز اعرف بس انت هتعرف تطلع لي منهم جوز بنتك؟ بنتي اللي ماتت شلتها في بطني 9 شهور. استنى يا عم. شلت في بطنك ايه؟ انا اسف دي شهاده في قضيه اسره. انا اسف. شلت انت معلش انت الدود كل عينيك وشلت بنتك في بطنك انت اعضاءك كلها بايظه.